بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آية number 8. And before we go for آية number 8, we need to check about آية number 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على perfect ما على الأرض زينة لها لنبأ excellent لنبلوهم أيهم أحسن عملا excellent very good inshallah we take a number 8 وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون ما عليها وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا صَعِيدًا جُرُزًا صعيدا جرزا صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ربي وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.